الحميد رئيس جمعية سبور فور ديف للرياضة من أجل التنمية. اليوم كنضمن سباق نصف الماراثون لمدينة أكادير، سباق شجرة الأركان احتفالا بهذا الموروث الطبيعي والثقافي للمنطقة. هذا السباق كنضمن الجمعية ديالنا مع جماعة أكادير وبشراكة مع لونزوا. الحمد لله كاين واحد الاقبال كبير على السباق ديالنا، تقريبا ما بين 5000 حتى 5500 مشارك. نجاح كبير ان شاء الله يكون في هذا السباق اللي هو في النسخه ديال الثالثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتوجه على مستوى الشاطئ الجميل لمدينه اكادير الذي يعرف احتضان نصف ماراثون اكادير 2024 في نسخته الثالثه. هذا التظاهر هذه قرنت هذه السنه عنوان سباق شجره الاركان احتفاء باليوم العالمي لشجره الاركان. هذا التظاهر اليوم هي في نسختها الثالثه بعد ما عرفت نجاح كبير في سنه 2022، حيث عرفت مشاركه ازيد من 2500 مشارك ومشاركه. سنه 2023 النسخه الثانيه عرفت مشاركه ازيد من 4500 مشارك ومشاركه، وفي هذه السنه هذه تطلق باذن الله نتجاوزوا هذه العتاده باذن الله. المنظمين ديال هذه التظاهرة هم المجلس الجماعي لمدينة أكادير، الجمعية الرياضة من أجل التنمية، والوكالة الوطنية من أجل تنمية الواحات وشجرة الأركان. ثلاثة ديال الشركاء جمعوا الطاقات ديالهم باش ينجحوا هذه التجربة الرياضية اللي تتغني البرنامج الرياضي لمدينة أكادير. تتقاسموا مجموعة ديال الأهداف، يعني مجموعة ديال الأهداف هي مشتركة، من بينها التنمية المستدامة. علاش في هذا الموسم هذا اخترنا نروجوا ونسوقوا الاهميه ديال هذا الموروث الثقافي الاقتصادي الاجتماعي اللي هو شجره الاركان. كذلك عندنا من الاهداف هو نسوقوا الانبعاث الجديد لمدينه اكادير بعد هذا البرنامج التنميه الحضاريه المشروع الملكي اللي جعل المدينه تسخر واحد المؤهلات جديده على مستوى البنى الطرقيه، الاناره، الفضاءات الخضراء، مجموعه ديال البنايات والمنشات الاجتماعيه. كنحاولوا نروجوا لمدينتنا ونسوقوا على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم الكريم فايزه بشار من مدينه اولاد برحيل. الحمد لله اليوم انا فرحانه بالفوز ديالي بالماراثون مدينه اكادير 21 كيلومتر. فهاد الفوز كنهديه للساكنه ديال مدينه اولاد برحيل، كذلك المدرب ديالي النادي ديالي اتحاد تارودانت، المدرب ديالي السي رشيد نضيج، كذلك كنشكر المنظمين اللي سهروا على تنظيم هذا السباق. الحمد لله السباق كان في المستوى، السباق جيد جدا الحمد لله، ما لقينا حتى شي اشكال طيله 21 كيلومتر. كان المدار مزيان، كان التحكيم في المستوى، كان النقاط ديال المياه الحمد لله، وان شاء الله نضرب موعد السنه القادمه ان شاء الله. فتحي اسمي من مدينه الصابره. انا اليوم فرحانه بمشاركه ديالي في سباق 10 كيلومتر مدينه اكادير. صراحه كان سباق رائع، كان المطاف رائع، وكان اليوم الجو في المستوى. كنشكرهم على التنظيم، وانا فرحانه بزاف بالرتبه ديالي، الرتبه الاولى، وتوقيت اللي لعب 32. صراحه انا فرحانه، حيت شحال هذه ما شاركت في المغرب، صراحه شي عام وربع شهور هذه ما لعبتش في المغرب، وانا فرحانه.
عندي سباقات ان شاء الله على برا، غادي نلعب كاين عندي سمي ماراثون، غادي نلعب ان شاء الله. عندي سباقات، غادي بريباراسيون صراحه، ديك الخطه في البريباراسيون. نتمنى الخير لقدام.